ويسعد أوقاتكم لجميع المتابعين والمتابعات الأحياء منكم والأموات. اليوم راح نعمل لكم بيتزا بالغابة وخبز بالنميمة. كيف يعني؟ يعني راح نحط انواع من الناس يلي عشنا معاهم بالكامبات ومراكز اللجوء بالفرن، بس ما حدا ينط ويقول لي انت عم تختابهم. اعوذ بالله، استغفر الله العظيم، نحن بنحكيها بوجهن. وبعد الانترو بتعرفوا شو قصدي. هات الانترو، هات ما عم يطلع من ايدي هذا هو. لما وصلنا بسبب اللجوء الملعون ابوه الى بلاد الاغريق، قعدنا مراكز جماعيه بالفتره الاولى، وهي الفتره كانت اصعب شيء على كلياتنا. احزروا ليش؟ لا ما حزرت، انت كمان ما حزرت، انت كمان ما حزرت. السبب انه كان معنا اشخاص بتحسهم مثل الحربايه، فجاه بيتغير لونهم، بيكونوا قاعدين معك وعين الله عليهم وعم يشربوا كاسه، بتدير دارك انت بينزلوا مع الشله الثانيه بالمقلايه ونازلين تنتيف بريشه. يعني لا تخافوا، مو بس النسوان بتلت وبتعجن، في كتير شباب من نفس الطينة. أبو الفوز، يا أخوي أبو الفوز، لك خبرنا أبو أحمد، هذا جارنا الأسمراني. شو صار فيه؟ مطلق مرته. والله هيك سمعنا مطلق مرته قال. إي والله. وأحمد، أحمد بتعرفه أحمد؟ هذا ابنه لأبو أحمد. هذا القصيراني ولو؟ بتعرف شو عمل؟ قال امبارح كان شربان الكحول. ويلي امبارح كان الكامب مليان بوليس. ايه شباب والله العظيم، ولك عينك ما تشوف هذيك الشرنه يقطع عمره. لك ايه ولو يقطع عمره، كان بوقف هنيك مثل السياح اللي عم تدور عم تدور وتفتر هنيك. ايه روح روح، يلا انا رايح بالاذن. يعني بتحسن حابين يدخلوا موسوعه جينيس تبعيد ارقام القياسيه لنقل الحكي وتبلي على العالم. قليل تلاقي بهالمراكز، بقصد كامبات الخيام وصالات الرياضيه. والله العظيم عم بحكي جد. يا رجل بتحسن اذا حكوا منيح على واحد يجي الامن يقشر بتهمه مخالفه العادات والتقاليد، او خايفين من الناس يحكوا عليهم هدول مختلفين. يعني قلت العجب صايره موضه صارخه مثل البنادري المشقشق او الكنزات المهدريه وبوات رجاليه نسائيه. يعني يا فتاح يا رزاق يا كريم يا عليم، ببلش نهارنا بتكون حسنيه عند سعاد عم تشرب قهوه، ولك ما بيخلص فنجان القهوه الا مجوزين فاطمه لحسني ومطلقين خديجه من يوسف، وبالاخر بيعملوا حالهم ما لهم دخل. لا وبيستغربوا لما يسمعوا الخبر، بس لا يخلو لا يخلو لا يخلو من وجود ام زكي بالكامبات. أنا خايفة تنامي على القصة وتنسيها، الناس عم يستنوا منك خبر اليوم قبل بكرة. لك شو بك يا أم زكي، قبل شوي قلتي لي بعد يومين، وهلا عم تقولي لي هلا، شو صاير لك لا تسرقيني وتربطي لي إيدي؟ لك يا حبيبة قلبي هذا أبو ظافر، مو أبو النار. يعني الداية يلي بتولد النسوان، يعني شغلتها وعملتها تبس بهالكم، مرته لفلان ولدت، علتان مرته جابت بنت، وأنت يا بنت حلوة رح دورك على العريس، وأنت يا شاب ابن عالم وناس ماني ناسيتك، وكل يوم صبحناكم ومسيناكم. ومن شخصيات يلي ما بتنتسب هذيك الايام تشيك غيفارا، حامل رايه الحقوق والمطالب والاحتياجات، وهمه الاول والاخير يجيب موعد للمحكمه او يدبر موعد للسوسيال او يعمل بطاقه التامين الصحي، وكل يوم بيحرض الشعب ليطلعوا مظاهره يطالبوا فيهم بحقوقهم. هو نفس الشخص يلي بضل مو عاجبه الاكل والشرب وكان متخيل اوروبا جنه، وبس يقول بدي شيء مثل صاروخ اس 400 يجي لعنده، بس للاسف انخضع للواقع، ومن يوم ما دخل على اوروبا هو بيقول بدي يرجع على سوريا. وبالاخير ايام اللي قضيناها بالمراكز كانت حلوه وتعرفنا على كثير ناس اكابر، بس لا يخلو الامر من الشغلات الشاذه. ولهون بيكون خلصت حلقتنا. ها قبل ما انسى، في مطعم ببريمير هذا اسمه اسم على مسمى والله، وحابب اوجه رساله لمطاعم السوريه يلي فاتحين باوروبا. عزيزي اعمل شغلك على انظف وجه وارضى بالقليل، ارفع اسم بلدك باوروبا كمان، لا تخلي الاوروبيين ياخذوا نظره غلط عن اكلات السوريه، اعملوها طيبه لحتى يحبوها ونحن نتذكر ايامنا اللي كنا هنيك. ومنكم واليكم ابو الفوز بسلم عليكم، استنوني بحلقه بكره واتفرجوا على الفيديوهات الماضيه وحطوا لنا لايك على الفيديو وسبسكرايب واتفرجوا على الفيديوهات الماضيه وبعثوا الفيديو لرفقاتكم اللي بالكامبات، ولا تنسوني مهما كرهتوني. تضلوا بخير، تلاقوا الخير،
وتصبح على خير.